آخر شيء إذا بتتذكر وصلنا له في بارت 3 بارت 2 كنا نحكي عن النستد كويريز صح؟ شفنا كيف نقدر نعمل نستد كويريز باستخدام الـ N باستخدام اليساوي باستخدام الـ not N كمان تمام؟ هلأ في جزئية جديدة أو أخذنا بآخر المحاضرة بتذكر اللي فاتت اللي هي الـ exists. الـ exists حكينا أنه برضو أنا بقدر أستخدمها بنستد كويريز بس الـ exist طريقة كتابتها شوي تختلف عن الـ N. يعني أنا لما أجي أقول له مثلاً خلينا نحل مثلاً هذا السؤال retrieve the names of employees who have dependents. أوكي يعني أنا بدي أسماء الموظفين اللي إلهم dependents. أوكي عندهم dependents بالشركة. إحنا عشان بس ما ننسى خلي قدامنا السكيمة. إحنا dependents عندنا table dependents نازل فيه اللي هو ال ESSN إذا بتتذكروا صح؟ هاي نازل عند الـ ESSN فأنا بدي أسماء الموظفين اللي إلهم related records هون تمام؟ هيك معناها أوكي؟ بدي أسماء الموظفين اللي إلهم dependents فباجي بحكي له أوكي إذا بدي أكتبها nested عادية باستخدام الـ N مثلا أوكي؟ بقدر أكتبها بهذا الشكل select أسماء الموظفين مثلا first name last name إذا بدي from employee اوكي طبعا احنا اتفقنا انه nested بقدر اكتبها as a joint يعني ممكن احط هنا فاصله dependent واعمل الجوين بس لنفرض انه بما انه انا عندي هاي اللهم صل محمد هذول التو كولمز جايين من تيبل واحد فاذا بقدر اكتبها as nested فهون باجي بحكي له where انه ال SSN in وباجي بحكي له هنا select ESSN from dependents من غير ما بهاي الحالة مش محتاجة أحط أي نوع من الـ conditions لأنه هنا إيش هيعمل هيروح يدور على كل الموظفين اللي إلهم records في dependent ويجيب لي الأسماء الموظفين اللي الـ SSN إلهم بيساوي الـ ESSN اللي هون تمام باستخدام الـ N هلأ بقدر أكتبها نفسها هاي بقدر أكتبها بطريقة تانية باستخدام الـ exist بس بهاي الحالة باجي بقول له select نفس الشيء first name last name from employee تمام where هلأ بالـ exist أنا ما بستخدم الأسماء الكولومز قبل زي هون إنه SSN N إنها موجودة في هذا لا على طول بكتب exists exists طبعا S بالآخر اوكي وبفتح قوس وبحط select statement select نكتبها خط كامل عشان فيش وسع باجي بقول له select star from يعني انا ادور لي في كل الموظفين او في كل الريكوردز الموجودين في الديبندنت dependent بس هنا لانه انا مش حاطه هنا كنت حاطه الجوين كونديشن بهذا الشكل هنا لازم انا بطريقه ما اربط الجوين كونديشن لازم احطه اوكي فباجي بحطه بهاي اللحظه باجي احطه هنا و SN equals ESSN واتفقنا المره اللي فاتت حكينا انه انا اذا حاطه هنا تيبل معين تمام ما بصير احط هون غير الكولومز التابعه لهذا التيبل يعني ما بصير اجي هنا اقول له جيب لي مثلا الديبندنت نيم إذا بدي أحط هون الديبندنت نيم بالداتا اللي بدي أعملها ريتريفال يبقى لازم أحط الديبندنت ضمن الفروم لكن طالما بدي أجيب بس النيمز لا إمبلويي خلص بكفي لكن بقدر إنه جوا الإنر كويري بقدر أستخدم كولوم جاي من الإمبلويي ما في مشكلة لكن العكس هو الصحيح ما بعرف إذا وصلتكم هاي الفكرة ولا لا يعني هون ما بصير أكتب ديبندنت نيم والديبندنت نيم موجود في الديبندنت صح؟ dependent name هاي غلط هاي بعطيني عليها غلط ليه؟ لأني لازم أكون حاطة هون dependent هاي ممنوعة لكن هاي صح ليش؟ لأنها جاي بالinner query فبعتبر أنها أوكي بقدر أستخدم أنا columns موجودة في table employee اللي موجود في outer query تمام شباب؟ هاي وهاي التنتين بيعطوني نفس النتائج شو بيعطوني؟ بيعطوني أسماء الموظفين اللي إلهم dependent فلو بدي أكتبهم التنتين على الأبكس أوكي
بهذا الشكل هي select first name last name from employee where SSN in select ESSN from dependent. هاي في حالة بدي استخدم ال N. هاي بنشوف لما نعمل run. طبعا أنا عندي 40 موظف. أوكي. بس هي خلنا أضبط هون العدد. أنا عندي 40 موظف اللي إلهم dependents بس 6. يعني لو طلعنا على table dependent فعلا حنشوف بس ال ESSN لست موظفين. أوكي. الباقي ما إلهم dependents. طيب. لو بدي أكتبها exist. بس نحط لكم هاي هون. Script. لو بدي أكتبها exist نفس الطريقة. لاحظ هاي أخذت 0.05 seconds. المفروض كلهم يشتغلوا لأنه أصلاً داتا عندي قليلة. فالمفروض كلهم يأخذ تقريباً نفس الوقت. بالexist بكتبها زي هيك. Where exists. Exists. بهذا الشكل. تمام. Select star. بجي هون بقول له where SSN equals ESSN. بهذا الشكل. Again. لاحظ هون أعطاني 6 موظفين. هاي هم. تمام. لو بدي أعمل هون run برضو هي أعطاني الستة نفسهم، أعطاني نفس الريكوردز، يعني ما اختلفوا التنتين عن بعض، بس طريقة السنتاكس في كتابة كل واحدة تختلف عن الثانية. تمام. واضح هاي شباب؟ طيب أنا لو تمام، أنا لو بدي أعمل التالي، خلنا هيك كوبي. لو بدي أقول لك هيك إنه بدي نفس الكويري بس who have no dependents، يعني جيب لي أنا الموظفين وين بدي أكتبها؟ give the name of employees who have no dependents، ما إلهم dependents. أوكي. بنفس الطريقة بالحالتين، سواء بال N أو بال exist. بس في نقطة، أنا هنا بهاي الكويري اتفقنا إنه أنا بقدر أجيبها كمان بطريقة ثالثة يمكن ما كتبت لكم إياها، هل هي الجوين؟ إنه بقدر أقول له هنا select عادية، يعني هاي أول طريقة، هاي ثاني طريقة، هاي الثالثة. بقدر أقول له select first name last name from employee فاصلة dependent where SSN equal ESS. تمام. هاي برضو بتزبط، هاي بتجيب لي نفس الداتا. اوكي. يعني هاي ثلاث طرق لكتابة نفس الكويري. فأنا في الامتحان جبت لك الكويري زي هيك، feel free to use it، يعني use any type، يعني أي نوع من هاي الجمل. اوكي. بس إلا في حالة قلت لك أنا مثلا استخدم لي nested query، ساعتها بدك تستخدم يا واحد يا اثنين. ما بجبرك، بقول لك استخدم لي N أو استخدم لي exist، لا أنت شوف المناسب. هلأ هنا بالكويري الثانية، هلأ أنا بدي العكس، بدي إنه ما إله dependent. هلأ بالجوين كونديشن صعب تعمل، مش صعب يعني ما بقدر تعملها، لأنه أنا بالجوين كونديشن فعليا جملة الجوين لما أحط الامبلوي والديبندنت مع بعض I have to join them. فلما ما يكون في عندي ريكوردز بالديبندنت فكيف بدي أعملها جوين مع الامبلوي؟ ما في مجال. تمام. فبهذه الكويري لما بدي أستخدم، لما بدي أجيب أنا no dependence، إنه employees اللي ما إلهم dependence، بهاي الحالة ما بقدر أستخدم الجملة الثالثة اللي كتبتها قبل شوي اللي هي join، بس بقدر استخدم الجملتين الثانيين هم ال N وال exist بس بطريقة تانية. يعني بقدر اقول له هنا select again first name وال last name from employee where، لاحظوا معي، where SSN اللي في ال employee. اوكي. قبل كنا نحط N علشان أجيب إيش؟ الموظفين اللي إلهم dependents، اللي إلهم records في table dependents. هنا أنا بدي أجيب اللي ما إلهم. So SSN not in. طبعا في فراغ. Not in. وبحط select بنفس الطريقة. Select اللي هي ESSN from dependents. نفسها بالضبط. بس not in. هلا قبل شوي احنا كتبناها هون، هيها هذه ال n، جابت لي 6 موظفين من ال 40.
هلا لو عملتها أنا not in، إذا جيت هون وقلت له not in، المفروض يجيب لي ما تبقى، صح؟ يعني يجيب لي قد ايه بضل من الستة من الأربعين، بضل 34، مظبوط؟ فالمفروض هلا بالرن هي جاب لي 34 موظف، هدول مالهم موظفين اللي ما إلهم related records في table independence، تمام؟ فاستخدمت لهم هنا not in. نفس الشيء الإكزست، برضو الإكزست أنا بقدر أنفيها. كيف بنفيها؟ بنفس الطريقة. يعني هون باجي بقول له هاي select first name last name from employee، تمام، where اللي هو الإكزست اتفقنا ما بنحط لها اللي هي الـ SSN هون، على طول بكتب له exist، صح؟ بس هون أنا بدي أجيب اللي مش موجودين، بدي أجيب الموظفين اللي ما إلهم records في table dependence، so بحط هون not exists بهذا الشكل not exists، بفتح قوس بكتب له select star from dependent، again ما أنسى الجوين كونديشن، لأنه أنا هنا بدي أجيب هون بهاي السلكت كل الموظفين اللي مربوطين مع الديبندنت بهاي السلكت، تمام؟ كل الديبندنت سوري اللي موجودين هنا مربوطين مع موظفين معينين، بعدين بقول له جيب الموظفين اللي مش موجودين في هاي الريزلتس، مش موجودين في هاي الكويري، تمام؟ فهون لازم أقول له where SSN equals ESSN، فنفسها الجملة اللي كتبناها هون بس بدنا نحط لها نات. لاحظوا هذا جاب 34، اوكي، هو انا برضو بدي اقول له نات اكزيست. برضو جاب لي 34، لاحظ هنا اخذ اقل سكند، هذه كانت 0.04 هاي 0.01، مش مشكلة كتير يعني ما بتفرق معي كتير هالثلاث اجزاء من الثانية، يعني ثلاث أجزاء من الثانية فعلياً، بس ممكن إنه للكويريز الكبيرة ممكن إنه تفرق معك، تمام؟ فهاي هي الأوبشنز اللي عنا اللي بقدر أستخدمها أنا للنستد كويري، بقدر أستخدم الـ N والـ exist، بقدر أستخدم not N و not exist، بقدر أستخدم المساواة، بس المساواة اتفقنا أنا ما بستخدم اليساوي هنا إلا لما أكون متأكدة تماماً إنه هاي السلكت بترجع لي just one record، فأنا بساوي فيه هذا الريكورد بس هذا القيمة يعني، تمام؟ وبس هدول هم النستد كويريز الأساسية. حد عنده أي سؤال بالنسبة للنستد كويري شباب؟ أمورنا تمام إن شاء الله؟ تمام. طلعنا إحنا بس موضوع أخير بهذا البارت، موضوع حلو إنه نتعلمه، أوكي؟ لنفرض إنه أنا عندي تيبل، هذا التيبل بدي أعمله زي لوج تيبل. شو يعني لوج تيبل؟ يعني أنا عندي مثلاً عندي database تبعتنا، أوكي؟ فيها departments، فيها employees، فأنا بدي أبني تيبل مثلاً اسمه department info. هذا ال department info يحتوي على مجموعة بيانات عن كل ديبارتمنت، يعني بجمع لي فيه مثلا اسم الديبارتمنت، كل ديبارتمنت له اسم وله عدد الموظفين الموجودين فيه والتوتال سالاريز للموظفين الموجودين فيه، يعني هو حيكون تيبل تجميعي، بس بدل ما اكتبها جمله سيلكت عاديه، اوكي، بدي احطها في تيبل. يعني انا لو طلبت منك هذا السؤال، لو جيت حكيت لك انا انه اعمل لي سيلكت، اوكي، ريتريف اللي هم احنا اخذناها هاي بالجروبينج اذا بتتذكروا، انه اعطيني ريتريف اللي هم الديبارتمنتس اللي عندي، لكل ديبارتمنت كم عدد الموظفين اللي فيها وكم التوتال سالري، كم مجموع السالاريز اللي فيها. اذا بتتذكروا وقتها كنا نكتبها بهذا الشكل، يعني واحده من الطرق اللي كنا نكتبها فيها، اجي اقول له ديبارتمنت نمبر، سيلكت ديبارتمنت نمبر، هذا اذا بدي اشتغل بس على الامبلوي، سيلكت ديبارتمنت نمبر، وباجي بعمل له count، صح؟ عشان بدي أعد عدد الموظفين اللي موجودين في الديبارتمنت نمبر، متذكرين الأجريجيت فانكشنز شباب؟ وبدي أشوف مجموع السالري
في الامبلوي. بس انا هنا بدي اعمل جروبينج على الديبارتمنت، يعني لكل ديبارتمنت بدي اعرف كم موظف فيه وقد ايه مجموع السالاريز اللي فيه. فباجي هون من غير وير، ما في داعي هون حاليا وير، اجي احكي له هنا جروب باي اللي هو الدي نمبر. ما في داعي وير لاني انا مش حاطه غير تيبل واحد، ففيش عندي جروبينج او فيش عندي سوري جوين كونديشن. فهلا بس طبعا لازم نعمل جروب باي لاني انا حاطه هذا الكولوم صح، فبدي اعمل جروبينج عليه. لو مش حاطه هذا الكولوم عادي بيعطيني قيمتين، عدد الموظفين كاملا والسميشن للسالري كاملا في كل الموظفين. بس هنا لاحظ شو حيعطيني. مفروض انا عندي 6 ديبارتمنت صح، 6 ديبارتمنت، فحيعمل جروبينج على الست ديبارتمنت اللي عندي. هاي هم 6 روز، فلكل ديبارتمنت جاب لي ديبارتمنت نمبر، عدد الموظفين اللي فيه، وجمع لي السالاريز على مستوى كل ديبارتمنت. تمام. طيب انا ما بدي اياها بكويري، انا هاي المعلومات بدي اخزنها في تيبل. بس طبعا اجين خلينا نظبط السلكت اكثر، لانه انا طالبه منك مش الديبارتمنت نمبر، بدي ديبارتمنت نيم. فكيف بظبطها؟ حدا يساعدني. انا ما بدي يطبع لي هون ديبارتمنت نمبر، بده يعطيني ديبارتمنت نيم، شو اساوي؟ مين يظبط لي اياها؟ الفيرست نيم ولاست نيم؟ لا الديبارتمنت مش الامبلوي، انا بدي ديبارتمنت نيم. يعني بدي اعرض بدل 6 يعرض لي قديش 6 والله ما بعرف، يعني بدل 5 يحط لي ريسيرش، بدل 1 يحط لي ادمنستريشن. تمام؟ يعني ما يعطيني ديبارتمنت نمبر، يعطيني ديبارتمنت نيم، كم عدد الموظفين اللي فيه وكم مجموع السالاريز اللي فيه. كيف اغيرها هاي؟ دي نيم. اوكي بدي احط هنا ايوه دي نيم. ايش بعدين نعمل؟ احكي يعني جوين. جوين اكزاكتلي. ما دام انا حطيت هنا الدي نيم، الدي نيم مش موجوده في الامبلوي، انا حطيت اول مره دي نمبر، الدي نو موجوده في الامبلوي فمشيت اموري. بس هنا بدي استرجع انا او بدي اعمل جروبينج على الدي نيم، سو اي هاف تو اضيف الديبارتمنت هون، هاي ديبارتمنت بهذا الشكل. وبما اني حطيت تو تيبلز لازم اعمل الجوين اللي هم كيف انا بربط بين الامبلوي والديبارتمنت، كانه الامبلوي وركس اون ذا ديبارتمنت اللي عن طريق الD number equals D number. تمام؟ بس شو في إشي تاني لازم أعدله؟ group by. yes the group by طبعا لازم أعمل group by على الكولوم اللي أنا حطاه فوق. D number مش حطيته فوق، أنا مش هون، فأنا بعمل group by على الD name. تمام؟ فلما أعمل run بهذا الشكل هيجيب لي الD name بدل الD number. تمام. هي السيلز ديبارتمنت تحتوي على 14 موظف وهي مجموع السالاريز إلها and so on. اوكي طيب انا هاي الجبنه بدي اخذها على جنب عشان بدنا نرجع لها مره ثانيه. اوكي هلا انا هذا لاحظ هاي الكويري، يعني انا في كل مره بدي اكتبها عشان اشوف هذا التقرير، انا ما بدي هيك. لنفرض انا بدي ابني تيبل معين، هذا التيبل بدي يحتوي على هاي المعلومات، بدي اخزن فيها هاي المعلومات. اوكي ففي عنا طريقه انه انا كيف اعبي بيانات في تيبل عن طريق ايش؟ سيلكت ستيتمنت. هلا احنا كيف بندخل بيانات في تيبل؟ شو الجمله اللي بنستخدمها؟ انسيرت. انسيرت اكزاكتلي انسيرت. فهلا بدنا نشوفه، بدنا نتعلمه. هلا بدنا نبني تيبل هلا طبعا، لانه احنا ما عندناش تيبل جاهز بالداتابيز بقدر اعمل عليه هاي الحركه. فانا بدي اعمل تيبل هلا معكم. هذا التيبل بدي اعبيه باستخدام جمله انسيرت، بس مش انسيرت لحالها، مش انسيرت اروح ادخل له انا الست هدول ادخل كل وحده بجمله انسيرت، لا ما بدي هذا الحكي، ما بدي اتعب حالي. انا الداتا موجوده عندي وبقدر اجيبها باستخدام كويري. سو انا بقدر استخدم انسيرت ستيتمنت حسب كويري، يعني بقول له الريزلتس تبعت هاي الكويري خزن لي اياها في التيبل زي ما هي بالضبط. خلينا نشوف كيف. هاي انا اوريدي نسختها صح. خلينا نبني التيبل. تيبل اسمه ديبارتمنت انفو، هاي كرييت تيبل ديبارتمنت انفو. هذا بدي يحتوي على الثري كولومز هذول اللي موجودين تحت، دي نيم والكاونت والسم. بس طبعا مش هسميهم كاونت، حاجه اسمي اول واحد مثلا ديبارتمنت نيم. اوكي بده يكون مثلا فاركار. قديش ديبارتمنت نيم عندنا احنا؟ ناسيه، بس يعني مش حيكون اكثر من خلينا نحكي 20. اوكي
بقدر اخلي الديبارتمنت نيم هو البرايمري كي لانه اصلا بيشبهوش بعض فا اي كان ميك ات البرايمري كي. تمام طبعا هو بالدوسيه انا مش حاطاه برايمري كي عادي. هلا انت مش مجبر انك تبني برايمري كي على التيبل يعني you can create a table without a primary key بس لما تيجي تعمل relationships اوكي وبدك هذا التيبل يكون هو البرايمري تيبل ما حتقدر تعمل. فعشان هيك يفضل بالعادة أي تيبل ينبنى يكون له primary key بس it's not a must. طيب هلا هنا بدي أحط هذا كولوم اسمه number of أو number employees عدد الموظفين يعني هيكون طبعا بما أنه count أكيد بيكون integer مثلا صح؟ بما أنه count بدي يعد لي عد. كمان في عندي total salary. هلا السالري عندنا I think أنه number number of كم يعني هذا مذكر إيش السالري. طيب لنفرض أنه 6.3 احتياطا بس ما أظن هو هاي. تفضل أربعة أدي أربعة فاصلة اثنين متأكد دقيقة أجيب لك دفتر دقيقة. لا مش شرط مش شرط على الدفتر إذا موجود عندكم هون دقيقة خلنا أشوفه أنا هون أحسن عشان لأنه بديش أخزن فيه ويجي يقول لي ما بتخزنش. هي أنا عملته هذا كوبي anyway. طلبش حالك دقيقة شوي شوفه من هون employee لأني لو حطيت له قيمة صغيرة ما حيقبل يخزن لي فيها هي السالري 10 هي 10.2 انا بحكي انه في سالريز 55000 وهيك يس ممكن تكون اكبر سو 10.2 خلينا نستخدم نفس السالري اللي هون لانه بده يجمعهم بده يعمل توتال للسالريز فاين حيكون لسه العدد اكبر سو هون هي اجين هي هي جمله الكرييت هون بدي احط له بس 10 بهذا الشكل هيك تمام ما بدناش نحط إشي تاني لا constraint ولا إشي it's a dummy table يعني بس table أنا بدي أتعامل معه بس عشان أميز هاي الشغلة أو إنه أشرح هذا الموضوع so هلا بدي أعمل run أيوة table created هلا صار عندي table اسمه department info تمام فححطها هاي again بالscript وين script بحطه تمام هلا هذا table فاضي أنا بدي أعبيه بدي أعبيه أحط أسماء الديبارتمنت كل ديبارتمنت أدي عدد الإمبلويز وأدي توتال سالري بس زي ما اتفقنا أنا ما بدي أحط ست جمل إنسرت وأقعد أدخل فيهم واحد واحد لا أنا بدي أقول له جيب لي الداتا من الداتا بيز يعني الداتا موجودة أوريدي وموجودة في سيلكت ستيتمنت هيها هاي سيلكت تقدر تعمل لي ريتريفل للداتا اللي بدي إياها هاي مش بتجيب لي الدي نيم والكاونت والسم بهذا الشكل فأنا بدي كويري او ريزلتس اللي بتطلع عندي بالكويري هاي هاي ريزلتس نفسها هي تتخزن في التيبل اللي سميته ديبارتمنت انفو فكيف بعملها بس قبل هاي جمله السلكت باجي بقول له انسرت انتو ديبارتمنت انفو اللي هو التيبل اللي انا بنيته قبل شوي تمام وممكن احط له اسماء الكولومز لو ما حطيت عادي لانه هم 3 كولومز وبدي اعبيهم ب 3 كولومز من هنا بس سيلكت برضه بتسترجع 3 كولومز سو انت لو حطيتهم او ما حطيتهم ما بفرق هون مش احنا عاده بالانسرت بقدر احط بين اقواس اسماء الكولومز بدي اعبي فيهم لكن لو بدي اعبيهم كلهم ما في داعي اوكي فانا بقدر اعمل بهذا الشكل اجي اقول له انسرت انتو هذا التيبل بس انسرت كيف انسرت باستخدام سيلكت هاي تمام ما في از صح مفروض انها زي ما هي هيك بس طبعا هون في نقطة يس هلا هون ما في داعي استخدم aliases لانه هاي زي ما هي حياخدها ويخزنها في الكولوم الثاني هاي حياخدها زي ما هي القيمة ويخزنها في الكولوم الثالث فخلينا نشوف هاي الجملة كيف حتتنفذ طبعا لازم اكتبها بنفس الطريقة select نفسها اللي استعملناها هي اللي بتحطها في الانسرت عشان هدول الستة records يتخزنوا عندي في department info فلما عمل له run هلا شو أعطاني؟ شو أعطاني هون؟ 6 rows inserted معناها إنه خزن فعلياً 6 records اللي هم مين الست records اللي رجعتهم جملة select هاي واضحة هاي شباب؟ يعني هاي طريقة سهلة عشان تعمل insert
لديتا معينة في تيبل، أوكي، بس هاي الديتا أنت ما بدك تدخلها. أنت يعني هون بدل ما أكتب أنا 6 insert statements كتبت جملة insert statement واحدة، بس قلت له نتيجة أو results لهاي الكويري خزن لي إياها في هذا التيبل. بس طبعاً لازم أخذ بعين الاعتبار إنه الكولومز الموجودة في هذا التيبل مساوية أو مطابقة للكولومز من حيث العدد، الكولومز الموجودة في select من حيث العدد، من حيث الداتا تايب، من حيث ترتيبهم. يعني ما بصير أحط الكاونت قبل الدي نيم، لا، لازم أرتبهم بنفس الطريقة اللي موجودين فيها في هذا التيبل. فعشان أتأكد إنه إحنا فعلياً تم بناء أو تم إدخال هاي records في التيبل، تمام، باجي هون بقول له select star from department info، هيعطيني إياه بهذا الشكل. يلا هيهم الستة، نفس اللي كانوا في الكويري، بس هلأ هدول شو مالهم؟ تخزنوا، صاروا موجودين في الداتابيز بشكل دائم، صاروا ريكوردز مخزنة في الداتابيز. من وين جبتهم؟ جبتهم من الكويري. تمام؟ هل عنده أي سؤال لهون؟ طبعاً هاي عشان تتذكروا لما ترجع تدرسوا المادة، إنه إحنا بالآخر عملنا select منها هاي وجبنا نفس الداتا. هذا عنده أي سؤال هون شباب؟ دكتورة بس كيف الداتا اتخزنت في التابل؟ ممكن تورجيني إياه؟ هيها، أنا عملت select هيو department info، هي الداتا نفسها، نفس الداتا اللي جبتها بالselect نفسها تخزنت هون. أوكي، أنا بس يعني بياخدها زي ما هي بس بحطها جوا التابل. بالضبط بالضبط، يعني بدل ما تكتب again، بدل ما تكتب 6 جمل insert، مش احنا كنا في كل مرة نقول له insert into table معين، بدل اقول له values واعطيه values، بدل ما اكتبهم بايدي انا values already انا موجودين عندي في query. هيها هاي الكويري نشوفناها سوا، هاي الكويري هاي select بترجع لي اسماء الديبارتمنتس ولكل ديبارتمنت قدي عدد الموظفين اللي فيها وقدي total salary اللي فيها. فأنا هاي الريزولتس اللي طلعت معي بهاي الكويري بدي أخزنها زي ما هي في تيبل، فاستخدمت جملة insert بهذا الشكل. بقدر أستخدم أنا insert from selection، from select أو from query، يعني أنا بضيف على هذا التيبل records، هاي records أصلاً هي عبارة عن result لكويري معينة. بس زي ما اتفقنا إنه لازم يكون في توافق ما بين عدد الكولومز الموجودين في التيبل مع عدد الكولومز اللي موجودين في السلكت، لأنه أنا بدي أعبي فيهم. لو ما في توافق على الأقل بحط هنا إيش هم الكولومز. يعني لو أنا مثلاً بدي أعبي بس مثلاً two columns department name number of employees وهذا أتركه فاضي، بقدر هون أفتح قوس وأحط بس هدول two columns، بس بالسلكت لازم يرجع لي بس two columns. تمام؟ شغلة تانية، أنا حطيت هنا department name هذا string، فيبقى لازم أول كولوم يكون string، ثاني كولوم بده يكون انتجر، ثالث كولوم بده يكون نمبر، اوكي؟ فلازم ادير بالي على عدد الكولومز اللي انا جايباهم في السلكت انها تكون متساويه مع عدد الكولومز اللي في التيبل اللي بدي اعبيها، الداتا تايبس الها برضه نفس الشيء وترتيبها يكون صح. واضحه هيك؟ تمام يا علي؟ تمام دكتور. تمام. هيك احنا بنكون خلصنا بارت 2، اوكي؟ اخيرا. بس هو بارت 2 لانه بحس في كثير حكي، فبحب عاده انه تطلعوا منه وانتم عن جد عن جد فاهمينه، لانه الكويريز كثير شيء مهم لقدام. تمام، يعني انت ان شاء الله يعني لو اي حدا فيكم اشتغل بالداتابيز الكويريز شغله كثير اساسيه، لازم تعرف تكتب كويري بطريقه صحيحه. هلا البارت اللي بدنا نبدا فيه اليوم هو بارت 3. تمام، أول موضوع فيه اللي هو single row functions، أنا حكيت لكم مرة اللي فاتت، ما يعني بصراحة ما بدي أخذ وقت فيه لأنه في شغلات أهم، بس هذا single row functions حلو إنك أنت تتعلمه. إيش يعني single row function؟ إذا متذكرين إحنا حكينا عن aggregate functions اللي هي بتجمع لي مجموعة data، صح؟ موجودة في table وبتعطيني إياها as one number، زي لما نحكي إحنا مثلا select count from employee بتروح بتجيب لي رقم 40، هي بتجمع الداتا الموجودة في تيبل employee بتعدي لي إياهم بتعطيني قيمة واحدة، أو select some salary بتجمع لي كل السالاريز وبتجيب لي قيمة واحدة. عشان هيك إجا اسمها aggregate function. لما تيجي تقول single row function معناها إنه هذا function لما أحطه أنا في select، طبعا single row function يستخدم في select، هيتطبق على كل row موجود عندي في select. يعني لو أنا عامل select statement
كويري عادية، وهاي الكويري حسب الكونديشنز تبعتها، حسب الجوين تبعها، اوكي؟ بجيب لي 10 ريكوردز، فإذا حاطة سنجل رو فانكشن بالسلكت حيطبق على 10 ريكوردز. هلا هذا اجين انتو بدكم انتو تشوفوه، الديوال تيبل انا حكي عنه، هذا داخل بس الديوال تيبل، تمام؟ بس ابتداء من سنجل رو فانكشن انتو تفرجوا عليهم، يعني حتلاقوا فانكشنز جاهزة، يعني مثلا زي الابر اللور، في فانكشنز مثلا خاصة بالسترينج، في فانكشنز خاصة بالنيومريك، في فانكشنز خاصة بالديت، بتغير مثلا الفورماتنج للديت، تمام؟ تنسيق الديت كيف بدي اعرضه، مثلا مخزن عندي في الداتابيز مانث بعدين داي بعدين يير، انا بدي اياه يتخزن او ينعرض على الاقل داي مانث يير، فبقدر اغير الفورماتنج. هذا حلو انه انتم تتعلموا لكم. احنا حناخد بعضهم بس بالبارت 4، حناخد مثلا السبسترينج، حناخد اللينك، حناخد الابر، وهدول بس اللي حناخدهم بارت 4 هم المطلوبين منا، بس هدول انتم شوفوهم لكم، يعني اللي فاضي اللي حابب يشوفهم، مش شرط هذا الفصل، ممكن بس خلص الماده بالاجازه اطلعوا عليهم، كثير حلوين، اوكي؟ يعني تكتب، يعني تقدر انت تعرض الداتا بطريقه حلوه، اوكي؟ تقدر تعمل فانكشنز على الداتا الموجوده عندك. اللي حناخده بهذا البارت هم هدول فعليا يعني فيوز والسيكونسز، وحناخد هذا اللي هو الديوال تيبل. هلا الديوال تيبل ما حاحكي عنه هلا، حنحكي عنه اجين لما نروح على بارت 4 لما احتاجه، تمام؟ فسيبوه هلا حنرجع له ان شاء الله. خلينا نحكي عن الفيوز. الفيوز هي هون، تمام؟ نشوف شو هي الفيوز، بس قبل هيك بدي ارجع على الجمله اللي استخدمناها قبل شوي، علشان ايش؟ علشان اخزن داتا جاي من الكويري، اوكي؟ انا استخدمت هاي الجمله شباب، مظبوط، وخزنت داتا في هذا التيبل هو ديبارتمنت انفو، حلو؟ اجيت بعد فتره عملت سيلكت من ديبارتمنت انفو، الداتا زي ما انت شفته قبل شوي، جاب لي الداتا الاخيره اللي انا خزنتها في اخر انستنس للداتابيز. شو يعني انستنس للداتابيز؟ يعني اخر حركه او اخر حركه تمت على الداتابيز، او انا بهاي اللحظه، يعني قبل اسبوع مثلا، قبل اسبوع كانت الداتابيز بهذا الشكل، وعملت انا جمله الانسرت وصارت ديبارتمنت انفورميشن او ديبارتمنت انفو بتحتوي على هاي الداتا. لنفرض انا بعد هاي الفتره خلال هذا الاسبوع عينت كمان 3 موظفين، تمام؟ ركزوا معي بهاي بليز. عينت كمان 3 موظفين، والموظفين هدول اعطتهم رواتب، فطبعا بما وعينتهم على اكثر من ديبارتمنت، فطبعا حيصير في تغيير في الداتا، صح ولا لا؟ الداتا المخزنه في تيبل الامبلويز حيصير في عندي انا 3 موظفين جداد، كل واحد تابع لديبارتمنت معينه، كل واحد له سالري جديد، فلازم عدد الديبارتمنت، عدد الامبلويز هون يتغير، وعدد ايش التوتال سالري يتغير. طب شو الحل؟ انا بعد اسبوع انا عامله انسرت اوريدي الداتا موجوده، يعني مش منطق اروح اعمل له اقول له ديليت كل شيء موجود في ديبارتمنت انفو وارجع اعمل لي انسرت مره ثانيه. فبحتاج مرات كثير، يعني هلا هون بهي الحاله اوكي، في عندي استخدامات انا للانسرت فروم سيلكت، إلها استخدامات معينة. إذا أنا بدي بهاي اللحظة أخذ زي ما تحكي زي سكرين شوت، كيف لما تعمل سكرين شوت أنت من الشاشة، هون نفس الشيء، أنا أخذت سكرين شوت أو إنستنس من آخر داتا تمت، ممكن خلص أعتبر إنه هذا التيبل بيحتوي على الداتا اللي صارت في تاريخ الفلاني، أوكي؟ طب أنا لو بدي الداتا بدي أرجع لها بشكل مستمر، أنا بدي هاي الكويري، اي تعديل بيصير عندي على تيبل ديبارتمنت، اي تعديل بيصير عندي على تيبل امبلوي بدي اياه تنعكس هون. عملت ابديت لسالري بدي اياه ينعكس هون ضمن التوتال سالري. فنشت موظف بدي ينقص رقمه من هون، عينت موظف بدي يزيد الرقم هون. فكيف هذا الحكي بده يصير؟ طبعا هون لو انا جيت عملت كالتالي، جيت قلت له insert into employee، وايش عندنا احنا ال not null I think SSN، وعندي ال first name describe، أتأكد من not null عشان ما فيش داعي أخزن كل شيء. أوكي عندي not null اللي هم ال first name last name الـ SSN
وبس، وبدي أضيف السالري أنا كمان والديبارتمنت نمبر طبعاً. هلا أوكي، هلا إحنا عنا متذكرين أنتوا إنه ديبارتمنت نمبر 5 اللي هو ريسيرش يحتوي على 4 موظفين، فأنا بدي أضيف هذا الموظف الجديد، هاي first name last name، وبدي أعطيه السالري وبدي أعطيه دي نمبر. أوكي values هذا الموظف، طبعاً ما عنديش موظف رقم واحد، نحط واحد طبعاً هو لأنه الإس إس إن إز أ كار string فلازم أحطه بين single quotation. بدي أعطيه اسم مثلاً، هي محمد، أنا last name علي مثلاً، والسالري let's say 1000 والديبارتمنت نمبر 5. حلو، هذا المفروض موظف جديد أنا بدي أضيفه على الامبلوي. هلأ هذا الموظف حينضاف على ديبارتمنت 5، يعني المفروض التغييرات اللي صارت هتنعكس على ديبارتمنت 5 كرقم، يزيد عدد الموظفين يصير 5 بدل 4، ويزيد التوتال سالري بقيمة 1000. طب نعمل رن، هاي بالرن أعطاني 1 رو، أضاف لي رو. طيب خلينا نشيلها هاي، أجين أنا بحب أحط كل شيء هنا علشان تعرف شو اللي عملنا. هلأ بدي أرجع أقول له طب select star from، إيش هاي from department info، هتلاقوا هنا إنه تتوقع صار تغيير ولا ما صار بالتابل، هاي تابل الريسيرش اللي هو رقم 5 لساتهم 4، وهذا المفروض إنه ما تغير. تمام، فمعناها الموظف الجديد اللي أنا أضفته على Department Research معلوماته لم تنعكس على هذا التابل. ليش مرة تانية؟ لأني أنا وقت ما عملت الانسيرت على هذا التابل كان عدد الموظفين بس 4، والموظف اللي أضفته جديد أضفته بعد جملة الانسيرت. فافرض أنا ما بدي هيك، أنا بدي أنا هذا التابل بدي إشي بيشبه التابل ويكون في هاي المعلومات ويتم التعديل عليه بشكل أوتوماتيك، بشكل أوتوماتيك مجرد ما أنا أعدل على الموظفين، أضيف موظف، أشطب موظف، أعدل على السلري لموظف، كله ينعكس على هاي الريزولتس مباشرة. بهاي الحالة إحنا محتاج لإشي اسمه view، بحتاج لإشي اسمه view. هلأ الفيو لاحظوا هون تعريفه it's a virtual table، virtual معناها افتراضي، يعني هو it's not a real table. هلأ التابل إحنا بننشئه باستخدام create table، بنشئ لي إياه as an object إله columns إله attributes، وبيكون موجود عندي وين؟ بالdatabase، والdata اللي فيه بتكون actual data، صح؟ أنا الdata اللي بخزنها فيها actual data، هي data حقيقية. هلأ الفيو شباب هو عبارة عن برضو object، أنا بعمل له create، يعني أنا هستخدم هلأ هيها create view، هستخدم DDL هون، هرجع على DDL، بس ما حتكون create table، حتكون create view. هنشئ هذا الفيو as an object في الداتابيز، بس هيتعامل معها as a virtual table، يعني مش تابل حقيقي. هاي الفيرتوال تابل تحتوي على داتا جايبها من تابل تاني او من اكتر من تابل، بس هي فعليا هاي الداتا جاي من وين؟ من select statement، من query. يعني زي كيف لما كتبنا احنا الانسيرت هون قبل شوي، لما استخدمنا هاي الانسيرت، انا عملت انسيرت فروم سيلكت، بس هنا راح ضاف لي الداتا بشكل حقيقي على تيبل ديبارتمنت انفو، لانه هذا تيبل عادي، تيبل حقيقي، واضفت عليه الداتا بشكل حقيقي. تمام، الفيو اتس فيرتشوال، اوكي اتس ان اوبجكت موجود في الداتابيز، لكن هاي الفيو في كل مره انت بتعدل على التيبل اللي انا استخدمته لبناء هاي الفيو بيروح بعدل لك على الداتا اللي فيها. اوكي، نظري يمكن ما تستوعب الموضوع، خلينا نشوفها بشكل عملي. لو انا بدي انشئ الفيو بنفس السلكت اللي كانت قبل شوي، اجي اقول له هنا create view، create view، تمام، اعطيه اسم، اسميه مثلا view اللي هو department info نفسها. اوكي، as هذول كلهم keywords بستخدمها زي ما هي، create view as، بعدين لاحظوا بعديها بكتب select statement اللي بدي اياها، شو ما بدي، يعني هاي select تنطبق عليها كل اللي اخذناه في part 2. حبيت تعمل join condition، حبيت تعمل اللهم صل على محمد، حبيت تعمل conditions عاديه يعني تحط شروط عليها، حبيت تعمل grouping، حبيت تعمل order by،
اوكي نفس فكره يعني اي كويري انت بتقدر تستخدمها. هاي الكويري بدل ما كل مره تكتبها وتشوف الريزلتس تبعتها انت بتقدر تنشئ فيو مبنيه على هاي الكويري. اوكي طب شو يعني؟ خلينا نشوف شو يعني. بدي اجي اقول له انه هاي الفيو بدي ابنيها على هاي الكويري اللي انا استخدمتها قبل شوي بالديبارتمنت انفو. اوكي طبعا لاحظ هلا انا هاي الكويري هستخدمها هيعدل لي هلا ليه؟ لانه انا في عندي اوريدي موظف جديد في الريسيرش هيزيدها هيصير 5. اوكي بس حنشوف هلا اي تعديلات جديده حتتعدل بشكل اوتوماتيكي حنشوف كيف. فانا بدي احط نفس السلكت هاي بدي اقول له يبني لي هاي الكويري هاي الفيو سوري اللي اسمها هيك تمام. طبعا ما بقدر اسميها بنفس اسم التيبل لانه حتصير اوبجكت على الداتابيز ما بصير يكون عندي انا تو اوبجكتس بنفس الاسم حتى لو كان واحد منهم تيبل واحد فيو ما بصير تستخدم نفس الاسم. فرحت انا حطيت هون هاي البادئه اساس انه اميز انه هاي فيو. اوكي جيت قلت له ابني لي هاي الفيو تمام باستخدام هاي السلكت. بس في نقطه صغيره بالنسبه للفيو هلا هون المفروض يضرب معي. هلا هاي الفيو زي ما قلت لك حتكون اوبجكت على الداتابيز وحتكون فيرتشوال تيبل يعني زي اي تيبل بالدنيا إلها كولومز. اوكي انا مش محدده هون شو اسماء الكولومز محددها هون باستخدام السلكت. فشوف هنا شو حيصير لما اعمل رن المفروض انه ما يقبل. لا انا هذا مش معطيني هون اشي واضح المفروض انه ما يقبل. يس هي هذا الايرور بدور عليه. must name this expression with a column alias ايش يعني؟ هلا هون بده يبني هاي الفيو وبده يحط فيها 3 كولومز. احنا اتفقنا الفيو is a virtual table والتابل له كولومز صح؟ هلا ما في عندي كولوم بالدنيا اسمه count star ما في عندي كولوم بالدنيا اسمه sum salary. هذا الكاونت والسم they are aggregate functions ما بقدر استخدمهم كاسماء كولومز عشان هيك ضرب معي هون قال لي هذا الاكسبريشن اللي هو الكاونت والسم شو لازم تعمل فيه؟ لازم تعطيه كولوم alias. فانا هون بهاي الحاله عادي الدينام خليها دينام ما بتفرق معي بس هون بدي اجي اقول له بالكاونت سميه مثلا نمبر امبلوي عدد الموظفين والسم سميه توتال سال. بدي اعطي alias لكل aggregate function. لو انا مستخدمه هون مثلا arithmetic expression نفس الطريقه لو حاطه انا معادله برضه لازم اعطيها alias. ماشي شباب؟ لو مستخدمه على سبيل المثال two columns متشابهين كل واحد لازم اعطيه alias مختلف لانه ما حيقدر يبني لي two columns بنفس الاسم. بس ما هي ما بتصير هاي الحالة بس في حالة زي هيك. بجيت عملت له رن هلا هي اللي فيو كرييتد خلص تم انشاء الفيو. طب خلينا نتاكد وين كرييتد اجين خلينا نشوفه موجود ولا مش موجود فعليا. هيو هذا هو اجي اقول له لاحظ ديسكرايب زي ما بعمل ديسكرايب للتيبل عادي هي ديسكرايب للفيو شوف شو بده يعطيني هي ريفيو. طبعا هو مسميه تيبل بس اتس ا فيو هي اوبجكت تايب فيو تمام. فاعطاني اسمه طب الكولومز اللي فيه هيهم اعطاهم اسماء نمبر اوف امبلوي نو امب وتوتال سالري اللي هم الاليسز اللي انا اعطيتهم. اللينكث هذول على اي اساس جابهم هذول اللينك ايش تفترضوا انتم على اي اساس عفوا على اي اساس جابهم هدول شباب مثلا دي نيم جابوا نفس المفروض نفس اللينك الموجود في الدي نيم نفس مش انا دي نيم جايباه من الديبارتمنت فجاب لي نفسه يعني لو انا رحت على الديبارتمنت حلاقيه 25 المفروض. النو امب والتوتال سالري حسب برضه ايش الاجريجيت فانكشن بالكاونت حط لي هون انه ممكن يكون 22 والتوتال سالري اعطاه لينك مناسب لاني انا حسب الاجريجيت فانكشن اللي مستخدمه يعني هو هذا من عنده حطهم مش انا اللي حاطه له اياهم. بس على اساس اختارهم؟ اختارهم حسب الفانكشنز اللي انا مستخدماها. طيب والنلبل برضه النلبل لها علاقه مثلا هذا الدي نيم هذا اتس ان اكشوال كولوم موجود في تيبل الديبارتمنت وهذا الكولوم اصلا ايش نوت نل فاعتبر انه نوت نل. هذول انا محسوبين عندي حسبه فاعتبرهم انهم نلبل. اجين ما بفرق معي هذا الحكي لانه انا بريفيو انا ما بقدر اعمل انسيرت على الفيو ما بقدر اضيف داتا على الفيو اجين لانه الفيو از ا فيرتشوال تيبل ما بقدر اضيف عليه داتا. بس الداتا بتتعدل عليه حسب طلعوا هون في عندي هون سيفد اس كيو ال الاس كيو ال انا استخدمتها علشان ابني هذا
الكيو. تعال نشوف السيفد اس كيو ال مش موجودة هون، مش مشكلة بقدر ألاقيها في مكان ثاني. أنا بدي أوريكم نرجع على الاس كيو ال ورك شوب محل ما موجود التابلز كلها هيها. هلا هون هاي التابلز اوكي وين الفيوز بتكون موجودة يا إيمان؟ المفروض موجودة في مكان ما. هيو من هون هاي اوبجكتس روح على الفيو. هاي الفيوز اللي عندي المفروض لا بديش انشئ، بدي اياهم وين هون؟ طبعا بتقدر تنشئ من هون بس انا ما بدي انشئه من هون. انا بدي حدا شايفه الفيو مش موجود هون صح؟ انا مو شايفه دكتور بس المفروض بطريقه ما بتقدر تسترجع بس مش عارفه من وين مش موجود هون. يعني هذا مكتوب recently created tables. طب object browser هنشوف object browser يمكن يا هيهم هون مثلا جايب لي tables بدي اقول له جيب لي views هيهم هون تمام. هي هذا الفيو اللي انا انشاتها قبل شوي بختارها هاي هون بتعطيني المفروض المعلومات اللي بهاي الفيو. لاحظ اعطاني ايش الكولومز اللي انا استخدمتها فيها. لاحظ هون حيجيب لي الداتا اللي حاليا جابها لاحظ نفس هالداتا بس هون الريسيرش بدا كانوا أربعة صاروا خمسة. ليه؟ لانه الموظف اللي انا اضفته اللي هو محمد علي اضاف لي اياه هون وبرضه هذه زادت بقيمه 1000 كانت 13 كانت 133000 صارت 134000 زاد قيمه السالري. وهلا حنعمل كمان انسرت حنشوف انه حيعدل تمام هيعدل لحاله من غير ما احتاج انا اعدل عليه. هلا في عندي هون اللي هي الاس كيو ال المفروض يلا هيها هاي جمله الكرييت اللي انا انشاتها. طبعا هم بيكتبوها بطريقه ثانيه مختلفه يعني احنا بنكتبها ابسط كرييت اور ريبليس مثلا فورس اديت بغض النظر هاي الكيوردز مش مهمه عندنا احنا بهمنا الكرييت للفيو تمام. وهي السلكت فانت اذا بدك ترجع تشوف شو السلكت اللي استخدمتها لهاي الفيو بتقدر تشوفها من هون اوكي. فاذا نرجع مره ثانيه هون وخلينا نعمل جمله انسرت جديده لموظفين لموظف واشوف هل حيعدل لي عداتها ولا لا. اوكي اوكي هون اجين عشان بس تشوفوا الداتا قدامكم select star from اللي هو review department info عادي بتعملوا select كأنه table بس it's not a table it's not an actual table. اوكي هي جاب لي اياهم زي ما انتم شايفين. خلينا نركز مثلا على هذا الهيدكوارترز يحتوي على واحد تمام بس موظف واحد وراتب الموظف هذا 55000 مثلا تمام. طب لو بدي اعمل السلكت او الانسرت بدي اضيف موظف جديد رقم 2 اسمه مثلا شو عندنا اسمه كمان احمد اوكي خلي علي مش مشكله. هون بدي احط له مثلا 2000 وهون بدي اقول له ضيف لي اياه على ديبارتمنت واحد على هاي ديبارتمنت اوكي اللي هي المفروض هيدكوارترز. هلا المفروض لما اضيفه لحاله طبعا حيعدل على الفيو ما حيعدل على التيبل هداك اللي بنيناه باول المحاضره ديبارتمنت انفو هداك حيضله زي ما هو لكن الفيو كانه كيف بالاكسل لما تكتب كويري او لما تكتب سوري ايكويجن معادله فورمولا وتروح تعدل على الخلايا اللي داخله في هاي الفورمولا اي تعديل بخليه يعمل ريكالكوليت للفورمولا. هون نفس الفكره اي تعديل انا بجريه على التابل اللي موجود في الكويري الموجود بالفيو تمام اللي انا مستخدماه بالفيو بيعمل كانه بيعمل ريكالكوليت للكويري تبعتها. فهلا انا بدي اعمل انسرت طبعا اي تعديل سواء انسرت سواء ديليت او ابديت اوكي بس اذا له علاقه هذا التعديل بعدد الموظفين وبالسالري. فهلا انا اضفت هنا كولم جديد خلينا نشوف هون اجين سيلكت ستار فروم فيو department info هاي لاحظ هاي الهيدكوارتر صار عندي 2 صار موظفين 2 على طول راح عدل لحاله تمام ما اضطريت انا اعدل على الفيو عمل الكويري كانه اجراها مره ثانيه وهون كانت 55000 ضاف لي عليها 2000 صارت 57000. واضح موضوع الكيو شباب؟ موضوع سوري الفيو
واضح شو هو؟ دكتورة بس في نقطة مش واضحة. تفضل اسأل. اللي هو إنه لما تضيف ليش بيعدل على الفيو ما بيعدل على التابل نفسه؟ التابل أنت عملت جملة insert بالتابل، أوكي جملة insert هاي بتنفذ مرة واحدة فقط، نفذ لي إياها مرة واحدة وخزن فيها الداتا وانتهت، تمام؟ لكن الفيو هو أصلاً تم اختراعه عشان هذا الموضوع، إنه هو مبني على كويري، هو هذا الفيو مبني على كويري ويتم التعديل عليه في حال إنه إيش يعني مثلاً هذا الفيو على سبيل المثال في employee وproject works on، أي تعديل بتم على هدول الثلاثة هيعدل بشكل أوتوماتيكي على الفيو، تمام؟ هي الفكرة، هو الفيو هو انتشأ لهذا السبب، يعني هو عبارة عن virtual table وهذا التابل ما فيه كولومز حقيقية، هم الكولومز اللي فيه جايين أصلاً من الكويري، فكل مرة بتم التعديل على البيانات المخزنة في الداتابيز، طبعاً البيانات related للكويري هاي، كأنه بيعمل recalculate، كأنه بيعمل الكويري مرة تانية، أوكي؟ بس تعمل select، كأنه بروح على الكويري الموجودة بالفيو هاي، وكأنه بيعملها إيش؟ running مرة تانية، لكن هناك لا، بجملة الانسيرت اللي عملناها لا، نفذ الكويري مرة واحدة فقط بس لما عملنا insert، بعدين لما كنا نعمل select للتابل هذاك خلص بجيب الداتا المخزنة فيه، هون select على view بيروح لي again بيروح لي على الكويري وبيعملها select مرة تانية، بنفذ الكويري مرة تانية، عشان هيك كل ما ينفذها بيروح بجيب ال up to date data، شو الأشياء اللي عدلت عليها آخر شيء هي اللي بجيب لي إياها. وصلت الفكرة؟ تمام دكتورة. دكتورة يعني لو ما بنينا الفيو وكان نفس التابل وأضفنا جملة جديدة عادي حيجيبها نفسها آخر إشي؟ هذا لو فيو، لو بدون فيو إذا بدون فيو، لا، إذا عملت insert table زي ما عملنا قبل شوي، تمام insert into table واستخدمت select، هاي ما حيعدل عليها خلاص، حي يعني لما عملت أنت الانسرت هذه، أوكي لما عملت الانسرت هاي بهاي اللحظة اللي طبقت فيها هاي الانسرت، ايش الداتا اللي رجعت لي من هاي السلكت؟ تخزنت and that's it. لما ارجع اعمل سلكت للتابل هذا حيجيب لي اخر شيء تم تخزينه في التابل هذا في الديبارتمنت انفو، لكن بالفيو، الفيو اصلا الفيو هي معتمدة على كويري. لاحظ هذا التابل انا قبل ما اعمل له انسرت انا عملت له كرييت وحطيت له كولومز والبرايمري كي والكولومز إلها داتا تايبس، تمام تيبل عادي تيبل حقيقي، بس الفيو اصلا لما بنيتها على الكويري، ما إلها ستراكشر اصلا انه عملته لحال بعدين اضفت عليها الداتا، لا. فهي هاي في كل مره انت بتعمل سيلكت من هاي الكويري بيروح بينفذ جملة هاي الكويري مرة تانية، بينفذ جملة السيلكت هاي مرة تانية، فبياخد آخر تعديلات تمت على الداتابيز. وصلت هيك الفكرة؟ تمام إن شاء الله. هاي بالنسبة للفيو، يعني الفيو على فكرة ما فيها تفاصيل كتير بدنا نحكي عنها، لأنها أوريدي زي ما قلنا هي عبارة عن سيلكت، فأي نوع من السلكت اللي أخذناها أنت بتقدر تضيفها على view. يعني من الأسئلة اللي تيجي بالامتحان باجي بحكي لك create a view مثلاً that contains let's say وبعطيك query معينة، شفتوا كل الكويريز اللي أخذناها part 2 أي واحدة فيهم بقدر أطلبها as a view، بس تكتب create a view تعطي الاسم، الاسم طبعاً لأنها هي تكون object، object ويتخزن عندك في database as، وتحط لي هنا السلكت، فانت بتقدر تشيك على السلكت بالاول هل بترجع لي الداتا اللي انا طالبه لك طالباها بالامتحان او طالباها بالسؤال، اذا اوكي بس بتحط جمله كرييتيف فيو قبليها، فهي فعليا ما فيها تفاصيل اكثر من هيك، بس هي تعرفوها انه التابل للفيو از ا فيرتشوال تابل مش تابل حقيقي، وانا بقدر اجيبه او بنشئه فعليا از ا ريزلت اوف سلكت ستيتمنت، وكل مره بعمل له سلكت بعد ما انشئه بيعمل لي ايش زي ريكالكوليت أو تنفيذ جديد للسيلكت ستيتمنت، وطبعاً كل إشي بقدر أحط فيه زي ما قلنا الجوينت كونديشن، بقدر أحط فيه الوير، بقدر أحط فيه الجروب باي، الهافينج، الأوردر باي، كل الأشياء اللي تعلمناها أنا بقدر أحطها بالسيلكت تبعت الفيو. واضحة شباب؟ طبعاً بما أنه الفيو is an object so I can إيش بقدر أعمل له drop،
تمام، بقدر اعمل له دروب باي لحظه. مثلا حبيت قلت ان هذا الفيو خلص بديش اياه، بقدر اعمل له دروب فيو زي ما كنا نعمل دروب تيبل. لاحظتوا هون انا شوي رجعت، اني بحكي عن اوبجكتس رجعت لدي دي ال ستيتمنتس اللي هم الكرييت والدروب. تمام، فانا بقدر اعمل دروب فيو بهذا الشكل، لكن ما بقدر اعمل الالتر للفيو. الالتر اذا بتتذكروا بالتيبل كنت اعمل الالتر للتيبل واضيف له مثلا كولوم جديد، اضيف له او اعدل اعمل موديفاي لكولوم للسايز لكولوم مثلا، او اضيف كونسترينت او اشطب كونسترينت او اشطب كولوم. هاي الاشياء كنا نعملها بالالتر. طب انا اذا بدي اعدل على فيو، يعني انا عندي هاي الفيو اوريدي تمام انا بنيتها بدي اعدل عليها. طبعا هلا اجين اتفقنا انه اصلا الفيو هي مبنيه على تيب، على سوري على كويري. لنفرض انا هنا بدي اعدل عليها، اقول له حط لي هنا دي نمبر وحط لي هون دي نمبر، انا بدي اعرض دي نمبر والدي نيم. تمام، طب كيف اعدل؟ هلا في عندي طريقتين، يا اما بتعمل الدروب فيو بعدين ترجع تعملها كرييت، بس بالعاده بيعطوني هذا الاوبشن. طبعا هذا الاوبشن مش موجود في التابل، عندي هذا الاوبشن في الفيو اني بقدر اقول له كرييت اور ريبليس. لو حطيت كرييت فيو زي ما هي وحطيت سيلكت ستيتمنت ثانيه حيضرب معي، حيقول لي انه هذا الفيو اوريدي اكزيست او هذا الاوبجكت از اوريدي اكزيست، ما بتقدر تنشئه. لاحظ هي نيم از اوريدي يوزد باي ان اكزيستينج اوبجكت، كيف بدك تنشئ انت فيو انت اصلا هذا الاسم عندك؟ لكن لما احطه هيك كرييت اور ريبليس، هاي بيجي بدور هلا اذا هاي الفيو اوريدي موجوده هيعدل عليها بالتعديلات اللي انت حاططها هون، بالسلكت ستيتمنت اللي انت حاططها هون. تمام، اذا مش موجوده بنشئها. فانت اتعود دائما بالفيوز وبالاشياء اللي حناخدها بعدين لقدام زي البروسيجر فانكشن الى اخره، دائما اكتب كرييت اور ريبليس اذا خايف يكون في عندك هذا الفيو مثلا مطبق قبل هيك. تمام، اذا بدكش يكون، اذا ما بدك تنحط بوضع انك تشطب شيء موجود، لا اعمل كرييت عشان يضرب معك، تتاكد انه هذا الأوبجكت مثلا موجود، بدك تروح تغير اسمه، فأنت بتختار المناسب. فأنا في حال بدي أعدل على الفيو ما في عندي alter، بستخدم هاي create or replace، يعني هذا الفيو إذا مش موجود انشئ لي، إذا موجود عدل عليه، يعني استبدله، هذا select هاي الجديدة استبدلها بالقديمة. فلما أعمل هلأ create or replace view، هاي قال لي الفيو كرييتد مره ثانيه، عمل لي عليه ريبليس فعليا. طب خلينا نشوف هلا شو صار شكله. طبعا هذا دقيقه بس خلينا نحط لكم اياها هاي هون. اوكي هلا نشوف كيف صار شكله او كيف شكل الداتا فعليا اللي انا اضفتها او شكل الكويري اللي حطيتها معي. لاحظ هون هي رجع لي هون الدي نمبر، حط لي الدي نمبر دي نيم والنمبر اوف امبلوي والتوتال سالري. ليه؟ لاني انا عدلت على الريفيو، قلت له ضيف لي عليها الدي نمبر. واضحه شباب؟ طب دكتور لو سويت سيلكت من الديبت ديبارتمنت انفو من الريفيو، اوكي حيجيب لك السيلكت من التيبل نفسه الاصلي. لاحظ هون انا هون حاطه دي نمبر دي نيم، اوكي الهيد كوارترز فيها موظفين اثنين، الريسيرش فيها خمسه. اطلع على ديبارتمنت انفو هو التابل اللي بنينا اول اشي. لاحظ طبعا ما في ديبارتمنت نمبر لاني اصلا انا حاطه فيه بس 3 كولومز. تمام، الشغله الثانيه الهيد كوارترز يحتوي على موظف واحد لانه الموظف الثاني اضفته بعد ما بنيت التابل. الريسيرش يحتوي على 4 موظفين، الموظف الخامس اضفته بعد ما بنيت التابل. عرفت علي؟ اي تعديل، اي تعديل هلا بيصير على تيبل الامبلويز لن يؤثر على هذا التيبل. لازم اذا بدي اثر عليه لازم اروح يا اما بشطب كل الداتا اللي فيه وبعمل انسرت من اول وجديد، او انه بعمل جمل ابديت. بس ليش الغلبه؟ خلص الفيوز اغنتني عنه. احنا بنعطيكم اياهم الاثنين عشان اقول لكم انه في حالات انا بحتاج اني اعمل انسرت من تيبل معين، تمام انسرت عن طريق سيلكت، وفي حالات انا بدي دائما يكون يعني عندي كويري معينه بدي اياها دائما تكون ايش؟ دائما انها تتنفذ قدامي. هلا شو فائده الفيوز شباب؟ طب انت بتقول لي هلا طب انا اعملها سيلكت ستيتمنت بس بكفي،
تمام. اوكي انت ممكن تعملها كل مره، تعمل الكويري نفسها تحطها بسلكت ستيت وتعرضها. لكن في كتير مثلا، يعني نفرض انه انت عملت داتابيز وبدك تعرض داتا جاي من اكثر من تيبل بجملتك بكويري، تمام، وبدك تعرضها مثلا مستخدم انت سي شارب، بدك تعمل فورم بالسي شارب، فبدك تبعت له الكويري هاي او بدك تطبق الكويري هاي. الاسهل عليك بدل ما كل مره تبعت له الكويري وروح ينفذها، الاسهل انك تكون اوريدي منشئ الفيو از ان اوبجكت وبس تعرضها عندك بالسي شارب كانها تيبل. كيف احنا بالسي شارب زي متذكرين اخذوا معي برمجه مرئيه، كنا نبني داتابيز واروح اعمل بس هيك دراج ودروب للتيبل واحطه عندي بالفورم. نفس الفكره بتقدر تعمل بالفيو. الفيو انت طالما بنيته از ان اوبجكت ومعتمد على كويري معينه، انا بقدر بالسي شارب اني بس اجيبه بالداتا سيت واعمل دراج ودروب واعرض الفيو عندي بالكويري تبعته من غير ما احتاج لا اعمل كونكشن ولا كل شوي ابعث له الكويري، مش محتاجه، خلاص هو لحاله هيضل يعرض لي التعديلات اب تو ديت. واضحه الفكره؟ يعني انت بتتعامل معه از تيبل، بس الشيء الوحيد اللي ما بتقدر تعمله فيه انك ما بتقدر تعمله انسرت، ما بتقدر تضيف عليه، انت بتضيف على التيبلز الاصليه. واضحه الفكره شباب؟ اه دكتور واضح. تمام. طيب حدا عنده اي سؤال لهون؟ احنا هيك باي ذا واي ضايلي بس اخر موضوع في اللي هو هنا، يعني بعد الفيوز ان شاء الله هنحكي عن السيكونسز ونخلص بارت 3. يعني هو بارت 3 بس هم فيه هدول الموضوعين الاساسيات، بعديها بنبلش بارت 4. بارت 4 لا حنبلش، يعني انا بعتبر انه هلا حنبلش الجد، فبدكم تركزوا معي الله يرضى عنكم. بارت 4 حنبلش نبرمج، يعني احنا كل اللي عملناه لحد الان انا ما بعتبره كود، كل اللي عملناه لحد الان هي جمل. انت بتكتب الجمله بتعطيك كويري، بتعطيك ريزلتس للكويري، بتكتب جمله انسرت بضيف لك هذا ريكورد واحد على التيبل، تمام، تعمل ديليت بشطب لك من التيبل. بس فعليا الداتابيز مش بس جمل اس كيو ال وجمل دي دي ال، لا لا لا، في عندنا هناخد شيء اسمه بي ال اس كيو ال اللي هي بروسيجرال لانجويج. هلا عادي حنستعمل، هيكون في عندي لانجويج حنتعامل معها، فيها اف ستيتمنت، فيها لوبس، فيها شغلات كثير. يعني انا هنا بقدر اصير اعمل اضافه على تيبل، بعمل انسرت على تيبل اذا تحقق شرط معين، اذروايز مثلا بعمل ابديت مش انسرت. يعني هون حندخل شوي هلا في البرمجه، حنرجع لموضوع البرمجه بطريقه بروفيشنال اكثر، تمام. فهذا الحكي ان شاء الله حبلش فيه على الاغلب المحاضره القادمه، بس ناخذ السيكونس على السريع ونبدا ببارت 4. حدا عنده اي سؤال بالنسبه لمحاضره اليوم شباب؟ هل عنده أي مشكلة؟ طيب أنا أخذت الحضور والغياب المفروض. في بداية المحاضرة اقترح علي عمر شغلة، ما بعرف إذا أنتم بتوافقوا عليها ولا لا. حكالي إنه أعلى علامة حسب ما هو شاف، أيوة هيك تمام، أعلى علامة كانت هذا أطفي، أوكي، إنه أعلى علامة كانت في المد 28، فاقترح